جمعيات شباب مريرت للكاراتي الايروبيك والفول كونتاكت هنا في مدينه مريرت في غياب تام المرافق اللي تابعه وزاره الرياضه شباب المدينه رغم المدخول اللي ما تيفرحهمش بان راه كاين شي مستقبل ولكن الحمد لله كاينه مجهودات من شباب المدينه وتنستقبلوا صاحب رئيس جمعيه شباب مريرت للكاراتي. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه كنشكروا الجريده ديال الوطنيه بريس ونعطيكم واحد ملخص على جمعيه شباب مريرت. تاسست سنه 2006 30/5 والحمد لله حققت ابطال على الصعيد الجهوي الصعيد الوطني الصعيد الدولي وكاينين ابطال اللي شاركوا في بطولات العالم. كاينين عندنا حاليا بطلات وابطال شاركوا في بطوله المغرب ونعطيو غير كمثال البطوله مؤخرا الدوليه بمدينه مراكش اللي كان العدد المشاركين 600 مشارك والحمد لله حققنا حنا كجهه على الرتبه الاولى على 5 الميداليات اللي حصل عليها البطل جينا عبد العالي ميداليه ذهبيه وهدى الشاشي ميداليه ذهبيه وبوتريد بدر الميداليه الفضيه وسكير محمد الميداليه النحاسيه ومروان بن حسين الميداليه النحاسيه وتمكنت الجمعيه الحمد لله في واحد الظرف اللي هو وجيز باش تحقق ابطال عالميين اللي كيتعطى بهم المثال على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الافريقي. وفي هذه المناسبه كنذكروا بواحد البطله دازت في هذا النادي اللي هي جبور جيهان بطله افريقيا بطلة المغرب 6 مرات بطلة دولية بطلة في الألعاب العربية الميدالية الذهبية وأحسن لاعبة في البطولة وكاينين أبطال أخرين اللي حصلوا على الحزام الأسود في هذا النادي هذا بينهم الأستاذ والمساعد ديالي الذهبي محمد حصل على الحزام الأسود الدرجة الأولى وبصراحة كنطالبوا الجهات المعنية الشبيبة والرياضة ولا المسؤولين ديال مدينة مريرت والإقليم والجهة باش يكون واحد التفاتة للجمعيات الرياضية النشيطة وحنا في مريرت كتخصنا أول حاجة هي القاعة المغطاس. حنا كنطالبوا الجامعة باغيين ينظموا بطولات هنايا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي ولكن عندنا واحد العائق اللي هو ما كايناش قاعة مغطاس ما يمكنش غادي ننظموا تظاهرات وبحكم حنايا في الاطلس المتوسط معروف بالابطال في جميع الرياضات ماشي غير الكاراتي وكنتمناو ان شاء الله هذه الرساله هذه توصل للمسؤولين.